والكوتا هي عبارة عن حصص من كل مصيدة. هناك مصايد في موريتانيا، من بينها المصايد الأسماك السطحية، ومن بينها الأسماك القاعية، ومن بينها القشريات. هاي كلها مصايد عندها مخزون محدد طاقة هي التي يمكن أن تستخرج منه. وموريتانيا تعتبر أن إسداء الرخص عامل، لكن لا يتم إلا وفق الحصص الممنوحة، بحيث أن عندما نقرر لتلبية طرف أو لإخوتنا في الجزائر تلبيتهم من أجل الحصول على حصص، فإن تلك الحصص مضبوطة بعدد من البواخر والسفن التي يجب أن تستغل هذه الحصة، بحيث أن لا يكون فيه إفراط، ولا يمكن لا يكون هناك إفراط في الاستغلال، ولا يكون هناك أيضا نقص وسوزيتيليزاسيون للكوتا، لأن نسعى بين مرجحتين، لا إفراط ولا سوزيتيليزاسيون، أي عدم استغلال للكوتا.